عادل الدعديع هو كان بمثابه امين المال لحركه النهضه في كل ما هو مهام غير مصرح بها، معناتها غير رسميه. دونك معناتها الفاتورات كانوا عند عادل الدعديع، واحنا نعرفوا اللي عنده الفاتورات عنده كل اسرار الحركه ومعلومات، معناتها تبدا عنده معلومات كبيره. واحنا شفنا تصريحاته وبهتنا على خاطر من المفروض راهو ما تعرف انت في حركه النهضه وقت اللي واحد يقوم بالمبايعه تولي على رقبته، معناتها ايا معناتها انضباط كبير. لكن عادل الدعديع خرج، وربما معناتها من بين القراءات اللي عملناها وقتها قلنا عادل الدعديع اللي دخل للتيار الاخواني عن قناعه معناتها مش في باله باللي هذم حاملين معناتها لقيم اسلاميه معناتها 100% معناتها نتاع 14 قرن تالي وكل شيء. اكتشف باللي الممارسات داخل حركة النهضة ماهيش في نفس مستوى الخطاب الديني كما احنا قبل نقوله يخافوا ربي. لا، لقى ممارسات هو بيدو ازعجته وصدمته وخليته يتراجع على كثير من الصداقات داخل هذه الحركة. وشفنا شنو حكي معناتها عادل الدعديع. لا جوستمون الموضوع مانيش ندخل فيه باكثر تفاصيل لانه بشرح له للساعة الثانية مع المحامي مات المختار الجميع. لكن في نفس الوقت زينا في تصريحات الدعديع شنو الفرق. لكن في نفس الوقت عادل الدعديع ماذا بيه فسر لنا كيفاش كان في حمام ننف هو كينه كما قبل في العهد العهود الاولى نتاع الاسلام الوالي نتاع محمد نتاع حمام ننف كان يحكم بحكامه في حمام ننف، معناتها زاد حتى هو ما كانش مقصر في تصرفاته في جهة هذيك. وكان الصندوق الاسود لرئيس حركة النهضة رشيد غنوشي. من قلت لك اللي خلص الفاتورات عادل الدعديع في الكلمة المسربة قال فلوس دخلتها بالليبيز وقال زيد وقال تتذكر زيد قال مون بليزير انا اللي لو سيج انا اللي كريتو انا اللي قدمت لهم رجال اعمال تحدث على ولائم يومية يعمل فيها يقول نعم ويستاذن فيها كثير من رجال الاعمال باش يقدمهم هو الرشيد الغنوشي وباش يوليو يتعاملوا معاهم. ولكن